هو بالحقيقة أنا علماني وأفتح. الدين يكرم ويوضع في مسجده ويوضع في كنيسته ونشترك احنا في المشترك العام. ما هو بيني وبين المسيحي والبهائي واللا ديني كل دول بيني وبينهم مشترك اجتماعي. انتوا شركاء في الوطن يعني. شركاء في الوطن. وبعدين ان الحكم الا لله بقينا سيوقراطية. خلصنا على كده. لا. يا استاذ انا ما قطعتكش والله. كان عندي ردود كثيرة وانت بتتكلم. ايه سيوقراطية يا يعني دكتور. حكم ديني. يعني حكم ديني كامل. هيقول لي هطبق الشريعة. حبيبي. ما انا قلت لا لعيب في الشريعة ولكن ربما العيب في الزمن. كويس. لان الزمن لم يعد يحتمل هذه الشريعة. هذه الشريعة ملائكية على راسي من فوق. زماننا محتاج نظام اخر في التعامل. لا لا للمادة الثانية. 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 ضطخوا ضطخوا للمادة الثانية. ضطخوا ضطخوا للمادة الثانية. لا لا للمادة الثانية. لا لا للمادة. لماذا لا ننزه الدين عن هذه المعركة السياسية التي تحتمل بعض التجاوزات؟ اللي بيقول كلمة مصر مدنية هو عارف هو عايز يقول مصر علمانية، ما يخافش يقول مصر علمانية ويطالب بحقه ان مصر تبقى علمانية، علشان كلمة مدنية دي كلمة مطاطة بتحمل تحتها حاجات كتير. لا احنا عايزين الناس تبقى اجرأ شوية وما تخافش لان ده حقنا. مين يكرم داخل المسجد لوش علاقة بالسياسة؟ والله هذه هي العلمانية بعينها. نعم. حصر الدين في المسجد حصر الدين بعيدا عن الدولة. وهذا لا نقول به ولا نقبله، إنما قال ربنا إن الحكم إلا لله. ألا له الخلق والأمر، بمعنى الذي خلقك هو الذي يشرع لك. أنا علماني ومقاركة علمانيين، وأنا مؤمن إن المفروض مصر تكون دولة علمانية وتكون دولة لا تنقاز إلى عقائد أو أديان معينة، إن مصر المصريين. وثلاثي الله الدين الوطن مرفوض. إيه دخل الله بالسياسة؟ إيه دخل الله بالسياسة؟ إيه دخل الله بالسياسة؟ إيه دخل الله بالسياسة؟ حاجة العلمانيون بتنجب وصل الدين عن السياسة. إحنا بنرفض أي حاجة بتتبني على أساس ديني كحزب أو أي دستور هيتكتب على أساس ديني. لا لا للمادة الثانية. لا لا للمادة الثانية. لا لا للمادة الثانية. لا لا للتمييز. لا لا للتمييز. لا لا للتمييز. لا لا للمادة الثانية. لا لا للمادة الثانية. لا لا للتمييز. لا لا للتمييز. مصر دولة علمانية. مصر دولة علمانية. تسقط مادة التمييز. 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 لا لا للمادة الثانية. لا لا للمادة الثانية. لا لا للمادة الثانية. لا لا للمادة الثانية. ايوه مصر علمانية. ايوه مصر علمانية. يا حبيبي دول ما بيتكسفوش. الكفرة ما بيتكسفوش، بيتكلموا عينهم قد كده، مش عايزين الاسلام، مش عايزين الدين، ربنا ملوش في الحياة بتاعتنا، خلاص افصلوا الدين عن الدولة، ابعدوا. هما بيتكلموا بصراحة وناس بصراحة مش متداريين، واضحين. احنا عايزين نكون واضحين احنا كمان. احنا مين احنا؟ احنا المسلمون. ايه الاسلام؟ الاستسلام والخضوع والانقياد والاذعان والتسليم المطلق لاوامر الله. اللي مش عاجبه كلام ربنا يقول ويطلع بره الدين. بيترجع قضية على حد عشان نوصل المادة بالتالي من الدستور. طب سجلوا بقى، أحمد حسين المواطن المصري يرفض هذه المادة وهي مادة عنصرية. وأنا معاك. لما أقول لما أقول الإسلام دين الدولة، معنى كده إن أنا بخص الأهلي. لما أقول الإسلام دين الدولة، يعني أنا بقر ورفض العنصرية في المجتمع. لما اقول الاسلام دين الدولة، يعني انا لو مش مسلم هتمنع من ممارسة حقوقي السياسية والقانونية في البلد، وكأني بقول هذه القاعدة رجال. فيبقى حاجة زي كده؟ لا طبعا. دي مادة عنصرية، ولازم نقول ان هي مادة عنصرية. ما ينفعش النهاردة ان انا علمية اقول لك انا مع المادة الثانية اللي مخطوطة، ومصر مش اسلامية، الاسلام ثقافة موجودة في المجتمع، والمسيحية ثقافة موجودة في المجتمع، والفرعونية موجودة في المجتمع، والحضارة القبطية موجودة في المجتمع، جميعها تصنع الهوية المصرية، مصر مصرية وبس. بعد شوية مصر إسلامية ومصر للمسيح، مصر مصرية.
الوسطية. انا ليا في كنيسة ملك جرجس زي ما المسلم ليه في ملك جرجس زي ما المسيح ليه في الحسين. دي بلدنا كلنا. محدش يقول لي اسلامية وان احنا لا عصقرتك. لا عصقرتك مش اسلامية لان المسلم اللي في مصر مش زي المسلم اللي في باكستان مش زي المسلم في السعودية. مادة رقم 2 من الدستور المصري اللي هي متعلقة بتحديد الاسلام كدين الدولة والشريعة مبادئ الشريعة كالمصدر الأساسي للتشريع هي مادة تمييزية بامتياز. هي مادة تمييزية لأنها أولا تقرر أن للدولة دين. وإن كنا نتحدث نحن وبأمانة شديدة عن مدنية الدولة المصرية فالدولة المدنية لا دين لها. لا يوجد دولة مدنية ويقال هذا في الدستور المصري يعني ثم التناقض وتعارض واضح بين مواد الدستور ولكن هذه المادة تتعارض مع مدنية الدولة. عايزين دولة علمانية في الانتخابات دي باسم الكتلة المصرية وده تجمع لأكبر حزبين علمانيين ليبراليين مع الدولة المدنية. محدش بيقول عايزين دولة علمانية. وبالتالي أنا قررت إن لابد أن يكون هناك حزب يمثل التيار الليبرالي العلماني أو المنفتح لكي يحدث توازن في انتخابات مجلس الشعب القادمة. من حقك تطمن طول ما كلنا متفقين على بقاء المادة التانية ومتفقين إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع من حقك تطمن. القصد في الموضوع الغاء المادة التانية من الدستور. فازاي الدولة تبقى إسلامية يعني الرجاء التوقف عن إثارة هذا الموضوع لأننا بذلك نضر المسيرة التي نسير فيها. والمادة الثانية ستزال لكنها مسألة وقت. شوف هقول لحضرتك أكبر ضرر للروح الوطنية المصرية الموجودة حاليا والتلاحم الوطني اللي موجود هو إثارة المادة الثانية من جانب الأعضاء. يعني حينما دخلنا في حديث مع المستشار هشام بستويسي قال أنا أؤمن أنه لابد من إثبات المادة الثانية وذلك أقبل بهذه المحادثة في هذه المسألة لكن دعونا نتعامل معها بشكل موضوعي ونرفع سقف المطالب نقول إزالتها الآن. لكن حينما تأتي على لسان أو بمطلب من المستشار هشام بستويسي وهو رجل نائب رئيس محكمة النقد وهو رجل مشهود له بالنزاهة والكفاءة يمكن أن يدخل في حوارات. كلما وسعنا القاعدة الاجتماعية والدينية والاقتصادية لهذا الحزب بحيث أننا نأخذ مساحة كبيرة من المصريين وبالمناسبة أهم إنجاز لهذه الثورة حتى الآن هو أننا نتلقى اتصالات من مختلف أنحاء مصر يقولون لنا نحن مستعدون لاستقرار مرجعية دينية يعني دولة دينية بالآخر يعني طبعة جديدة من الدولة الدينية. الأصل في الموضوع هو إلغاء المادة الثانية من الدستور. ما فيش فكرة دين الدولة لأن الدولة دي حاجة معنوية مفروض ملهاش دين. يعني مين الدولة؟ ما هو الدولة دي فيها وزير مسيحي. الدولة دي فيها رئيس وزراء مسيحي. فازاي الدولة تبقى إسلامية؟ وأني أني ما المقصود بدولة دين الدولة الرسمية والإسلام؟ هنا ما المقصود بالإسلام؟ ما المقصود مفروض لو إحنا بصرد بناء دولة مدنية حديثة لو إحنا بصرد فصل الدين عن السياسة لو إحنا بصرد ده لابد أن نحن نلقى بند الترامة الدستور. هل ده ممكن بقى من ناحية العملية ولا لا؟ على ضوء توازن القوى الحالي على ضوء مستوى الثقافة السائد على ضوء الاستبداد اللي أدى إلى غياب السياسة والسياسيين عن الحياة السياسية وبالتالي سيطرة التيار الإسلامي على الشارع. أعتقد إنه ما هنكسب هذه المعركة بسرعة أعتقد إن إحنا ناخد وقت في لأنه المزاج العام يعني لو تعمل تصويت على الموضوع ده في احتمال إن القوى المدنية الحديثة تخسر هذا التصويت لصالح كتلة كبيرة تصوت لصالح. عايزين نعلمهم بحكمة حضرتك ايه اللي لازم يرفعوه ايه الشعار اللي ينقذ مصر في اللحظة دي. يعني انت متفائل متشائم انت شايف ايه اللي ممكن يشدنا للمستقبل بدل ما نفضل واقفين في الاصولية وفي القديم. ايوه انا افتكر انه يعني انا بقترح على الشباب
انه يعمل مليونيه للعلمانيه، انه يعمل مليونيه للعلمانيه ويضع رؤيه مستقبليه لمستقبل مصر، ان تكون دوله علمانيه لمستقبل مصر، ان تكون دوله علمانيه. Take us into the world after the election for a moment. If a Muslim Brotherhood party wins this election, is there room still in that Egypt for you? We will fight till the end. In that Egypt for you? We will fight till the end. دلوقتي المادة التانية في الدستور بعمري قال يا ناقصة مش ناقصاكو يعني خلق جديدة يعني مش ناقصاكو دلوقتي يعني اسكت معلومة جديدة كلنا ما نعرفهاش لحد عايز يقرب للمادة التانية دلوقتي ولا يعني جايز بعد شوية جايز بعد شوية جايز بعد شوية بس النهاردة ايه لازمتها مش هلخص لكم الخناقة كلها على ايه خناقة كلها على تطبيق الشريعة الإسلامية من الاخر يعني عشان بس ايه الناس كلها قاعده ايه تلعب معاكوا لعبه كده غريبه انا جايب لكم الاخر سبحان الله يعني طب قولي هي فصل الدين عن الحياه هي فصل الدين عن الحياه وثلاثي الله الدين الوطن مرفوض ايه دخل الله بالسياسه ايه دخل الله بالسياسه ايه دخل الله بالسياسه هي فصل الدين عن الحياه يعني ايه يعني انت ولذلك انا اندهش جدا من الشيخ اللي يقول لك الدين معناها الحاد الحاد ازاي انا علمانيه وشديده الثقه والايمان بالله لكن القضيه لماذا وده اتوجد في الصحافه وفي الاعلام وكده لا يوجد مسلم علماني عايزين يخلونه مسلم علماني طب ما ينفعش ليه لانه ده نموذج معرفي وده نموذج معرفي تاني مختلفين لما نيجي في النموذج المعرفي ونحط العناصر بتاعته اللي هي 30 عنصر مختلفين الاجابات مختلفه يبقى مختلف يبقى ازاي مسلم علماني ما ينفعش لا يستوي الامر لا يستوي ولكن اعلم ان دين في مسجدي ونقطه اخرج من المسجد مواطنا مصريا لي حقوق وعلي واجبات هذه هي لا اعايرك ولا احاسبك بدينك ولا تحاسبينني بديني هذه هي العلمانيه ببساطه التي سواها الله المال هو الذي يريد ان يعزل دين الله عن الحياه ما فيش حاجه اسمها دين برضه الايه التزويره تمام الجديده ازاي؟ انزه الدين وارفعه وما يصحش لا 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 مش انت أي حد انت بتدير حوار انت ناقل لأفكار